الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بعرض لحضراتكم زراعة الزعتر. ده نوع من أنواع الزعتر، أنواع الزعتر كتيرة زي ما حضراتكم شايفين. ده أسهل أنواع وأيسرها. احنا زارعين هنا ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده، الورقة دي مزروعة ما شاء الله، وادي الزعتر بتاعنا بسيط جدا وسهل جدا. نستفيد منه طبعا ست المنزل بالأوراق بتاعته في الطبخ، في الشاوي، يعني الستات فاهمين في الموضوع ده. والزعتر مفيد جدا وزراعته سهلة جدا. انا بقطع اي جذر، يعني لو جبت الجزء ده مثلا وقطعته وزرعته في التربة هينبت. كل ده يعني كل اللي حضراتكم شايفينه ده عبارة عن ده قفص خاص بالفواكه، بالفاكهة. بتلاقيه مرمي في الشوارع جنب السوبر ماركت، في أي مكان بتجيبه بتحط فيه طامية، أي تربة. بس الأمور على نفسك ما تصعبهاش، أي تربة تحطها. أنا عندي التربة بتاعتي عبارة عن فوم، عن بطمس زي ما حضراتكم شايفين، عن طامية عادية، واخدين بالكم ما شاء الله كده. وبنحطها وبنحط الإيه النبات بتاعنا الزعتر أو أي شيء. هنا الزعتر زي ما انتم شايفين ما شاء الله النوع ده بيتكاثر بسهولة جدا. باخد الجزء بتاعي من الساق بقص ده وبحطه في الأرض بيطلع. وإن شاء الله يكون في فيديو تاني نبين لحضراتكم إزاي ننقل وإزاي نزرع الزعتر. خالص تحياتي لكم، عصام الزغبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.